السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. بنتكلم النهاردة عن معدل انتشار المحاليل في الجيلاتين الغروي المتصلب. معدل انتشار يعني مين هيمر أسرع، وده معناه إن الحاجتين اللي احنا هنجربهم الاتنين أيوه هيمروا. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم بقى على حاجة تانية. التجربة اللي فاتت شفنا اليود مر، المحلول النشا ما مرش عشان غربي، لا المرة دي احنا بنستخدم محلول حقيقي في الاتنين، يعني محلول المفروض ان هو هيعدي، بس المحلول ده بيتكون من مكونين، محلول ايوني، محلول حقيقي بالمكونين بتوعه اللي هو مين؟ محلول كلوريد الحديديك. خلاص، ده متأين، بيتأين الى ايونات كلور لوحدها وايونات حديديك، يعني ده محلول حقيقي متأين عبارة عن أيونات. جميل، أيونات الكلور صغيرة أصغر حجما، أيونات الحديد أكبر حجما. طيب، وهنا الجيلاتين ده معاه حديد وسيانايد البوتاسيوم أو بوتاسيوم فيروسيانايد وهيدروكسيد الصوديوم وفينولفثانيل، ده عبارة عن دليل اللي هو بيتغير لونه يعني نتيجة المواد اللي موجودة فيه، إذا كانت حمضية قلوية إلى آخره. طيب، مع المواد اللي هي موجودة يعني، يبقى دي التركيبه بتاعت الجيلاتين. يبقى الجيلاتين ده اللي هو المحلول الغروي المتصلب معاه مركبين ومعاه الدليل هنا. جميل، هنسيبهم لفتره. ايه بقى اللي هيحصل؟ هيحصل هتتحول الانبوبه دي للشكل اللي احنا شايفينه ده. هنلاقي هنا في طبقه تحت عديمه اللون، دي هنعرف انها كلوريد الصوديوم، والطبقه هنا زرقاء، دي اللي هو فيري فيروسيانايد، اللي هو فيريك وفيروسيانايد اللي هو مركب الحديد اللي هو الثلاثي والثنائي السيانايد، واللي فوق ده نفس المحلول اللي كان فوق في الاول هنا. طب هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الطبقه عديمه اللون دي زي ما احنا شايفين اهو، ادي كلوريد الحديديك مع الهيدروكسيد الصوديوم اللي هو محطوط اللي هو فين ده اهو، ما احنا قلنا هيدروكسيد الصوديوم فهيتفاعل ويكون فينا صوديوم كلورايد. اللون البني ده مش هيبان مع اللون ده، لكن ده اللي هو كلوريد الصوديوم ده محلول حقيقي اللي هو بيعمل لي الطبقه الشفافه اللي هنا ملهاش لون. طيب جميل، طب والمنطقة الزرقاء دي؟ المنطقة الزرقاء أهي خدنا كلوريد الحديديك أهو اللي هو المتأين مع بوتاسيوم فيروسيانايد أهو، خلاص، وحصل تبادل زي تبادل المزدوج. إيه اللي حصل؟ البوتاسيوم راح مع الكلور خلاص، وأدي المركب اللي هو ده اللي هو اللون الأزرق أهو اللي هو فيري فيروسيانايد اللي هو ده عبارة عن بروسيوم بلو أو اللي هو اللون الإيه؟ الأزرق. ادي التركيبه بالشكل دي. المشاهده المشاهده ان هنلاقي في طبقه شفافه فوقيها طبقه زرقاء، ودي الطبقه الصفراء الاولانيه اللي احنا كانت موجوده عندنا من الاول. دي المشاهده. طب التفسير بتاعنا ايه؟ اهو ظهور طبقه عديمه اللون وشفافه فوقها طبقه زرقاء اللون، دي ده المشاهده. طب بنستنتج من كده ايه؟ ما هي الطبقه الشفافه دي كلوريد الصوديوم، يبقى معنى كده الكلوريد نزل تحت، يبقى ايونات الكلور تفاعلت مع هيدروكسيد الصوديوم اللي هو ده موجود هنا وعطت لون شفاف. طب وايونات الحديد اتفاعلت مع حديد وسيانايد البوتاسيوم واعطت حديد، حديدي حديد وسيانايد الازرق اللي هو اللون الازرق اللي هو اللي فوق. طيب التفسير بقى، كون ان اللون الشفاف هو اللي تحت يبقى معنى كده الكلور وصل اسرع لانه اصغر حجما. يبقى المحاليل الايونات، يبقى هنا كاننا بنشوف ايه يا جماعه؟ ايه العوامل المؤثره؟ لان الايون الكلور والحديد الاثنين هيمروا في كده. طب بس ايه العوامل بقى؟ حجم الايون، اذا كان الايون ده حجمه صغير فنزل اسرع، وبالتالي الطبقه اللي هو كونها كانت تحت. ايون الحديديك اكبر حجما فكان ابطا لغايه لما كون اللون فوق. عشان كده يبقى ده اول عامل بيأثر على عملية الريت او المعدل، حجم مين؟ حجم الايونات اللي موجودة معانا. لو همثل لكم ده بتمثيل لطيف جدا، تخيل ان في اتوبيس خلاص مليان ناس، الاتوبيس ليه بابين، باب في الاخر وباب في الاول، مليان ناس. طيب في اتنين هيركبوا من الباب الخلفي، واحد رفيع والتاني يعني مليان شويتين، تلاتة اربعة كده مليان شويتين كده. الاتنين دخلوا من الباب الخلفي، تفتكروا قعدوا بقى يتزنقوا عشان عايزين يوصلوا للباب الامامي عشان لما تيجي المحطة ينزلوا؟ مين فيهم اللي هيوصل اسرع؟ اكيد الرفيع، هيقعد يتزنق ما بين الناس. ها 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 نفس الحكاية، المسامات والفراغات اللي في المحلول الغروي او الجيلاتين الغروي المتصلب ده هتسمح بمرور الكلور لانه اصغر حجما وكذا، فهيمر ايه؟ اسرع يعني. طبعا العامل الثاني نوع الجيلاتين نفسه بقى،
لان مثلا لو ثبتنا اليود وغيرنا نوع الجيلاتين، واحد بيكون مسام رفيعه، واحد مكان بيكون مسام اكبر شويه، يبقى في حاجات كتير بتاثر على هذا الموضوع، درجه الحراره الى اخره. لو بصينا كده مع بعض اهو، بنجيب الطبق بالشكل ده كده، وبنحط هنا ده طبق اجار، بنحط ثلاث انواع من الصبغات، كل صبغه من دول عباره عن مركب كيميائي حجمه مختلف عن الثاني، وبعد فتره بنشوف مدى انتشارهم، مين اللي انتشر اكتر مسافه اكبر، معنى كده ان جزيئاته انتشرت بسرعه اكتر، غالبا هيكون الاصغر حجما هو اللي انتشر في الاجار، اللي فضل زي ما هو ده معناها ان جزيئاته حجمها كبير ما انتشرتش بسهوله في الاجار اهو بالشكل ده. دي تجربة معمولة، هنا جيلاتين ومية بنسبة 1:5، هنا 1:10، هنا 1 إلى آخره، خلاص؟ هنا مية بس، طبعًا هنا مية بس معناها أول ما أحط نقطة الصبغة انتشرت على طول، ليه؟ المية مسام بتاعتها ومتحركة. طب لما حطيت 1:50 يعني إيه؟ يعني الجيلاتين هنا نسبة قليلة جدًا، يعني 50 مية وواحد بس جيلاتين. فمعظم الوسط كانه مائي، برضه حصل انتشار كبير. طب لما زودت جيلاتين خليته نسبه 1:10، يبقى مش المسام بقت ايه؟ اضيق شويه. لما خليته 1:5 اضيق شويه، فالانتشار بيتوقف على المسام بتاعه الجيلاتين او تركيزه. خلاص؟ اهو عشان كده بنقول واحنا بنتحرك الناحيه دي هنا الجزيئات النفاذيه بتزيد، ليه؟ عشان نسبه الجيلاتين بتقل، وبالتالي بتكون المسام ايه؟ كبيرة، يبقى المعدل كمان بتاع النفاذية ايه؟ بيزيد. ادي التجربة. في فيديو بالشكل ده كده هيوضح التجربة دي وهنشوفها مع بعض، الرابط هحطه تحت الفيديو في الوصف. ما برضاش اعرض الفيديو جوه هنا لأسباب الملكية الفكرية. الحاجة التانية ان الوقت بتاع الفيديو اخليه وقت قصير، والرابط بيكون محطوط لحضراتكم. ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطأت او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل في عملنا رياء او سمعه. نسيت بس اقول حاجه، ان التجارب اللي احنا بنعملها دي كلها هي المفروض بتحصل على الخلايا النباتيه والخلايا الحيوانيه، يعني من ضمن الاستفاده مثلا بحاجه زي كده النفاذيه وسرعتها وكده، بيشوفوا الجماعه بتوع صيدله اخواننا العلماء الجمال ازاي مثلا العقار معين او دواء معين ازاي بينفذ من خلال الخلايا، يعني هينفذ من خلال الخلايا بسرعه شكلها ايه؟ الى اخره. فده بيأثر، عشان كده بيعرفوا مثلا العقار الفلاني ده لما بيتاخد ده هينفذ من الخلايا بسرعه وكذا وكذا، لا والله ده حجمه كبير مش هبقى النفاذيه بتاعته عاليه الى اخره. يبقى كل التجارب اللي احنا بنتكلم فيها دي سواء في النبات او الحيوان بنعرف ازاي الايونات وازاي التفاعلات الكيميائيه ازاي بتحصل داخل انسجه الكائن الحي. اشكركم شكرا جزيلا، والى ان نلتقي في فيديو قادم باذن الله. اترككم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.